بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوا عليه وسلموا تسليما شباب تلت أعداد السلام الله عليكم ورحمة وبركاته استكمالا لدرس اسم التفضيل قلنا الحصة اللي فاتت الشروط الواجب توافرها في الفعل اللي أنا هصوغ منه اسم التفضيل. طيب النهاردة هنستكمل مع بعض يا شباب لو الفعل جه غير مستوفي شرط من الشروط، يعني فقط شرط من الشروط السبعة اللي احنا شرحناها. فهنشوف النهاردة ان الفعل لو جه غير ثلاثي او جه ناقص او جه دل على لون هل ينفع اجيب منه او اصوغ منه اسم التفضيل؟ قال لي اه ممكن بس اصوغه بطريقة غير مباشرة. الطريقة غير مباشرة دي عبارة عن ان انا بجيب المصدر الصريح من الفعل نفسه. يعني ايه المصدر الصريح يا شباب؟ يعني المفعول المطلق. يبقى اول خطوة هجيب او هنأتي بالمصدر الصريح من الفعل، المصدر الصريح مرة تانية اللي هو المفعول المطلق. الخطوة التانية يا شباب ان انا اكون مجهز فعل مساعد مستوفي للشروط السبعة، يعني اي حاجة على وزن افعل مستوفية الشروط كلها زي اعظم انفع اشد اكثر. بمعنى ايه؟ انا عندي فعل فقط شرط من الشروط اهو اللي هو جه غير ثلاثي ازدحم، لما اجي اجيب منه اصوغ منه اسم التفضيل اعمله بالشكل ده، القاهره اكثر ازدحاما من غيرها. وكلمه طبعا ازدحاما ده المفعول المطلق اللي احنا جبناه من ازدحم، دايما هنعربه يا شباب هنا او في الحاله دي تمييز منصوب بالفتحه، تمييز منصوب بالفتحه. يبقى المصدر الصريح اللي احنا هنجيب أو هنجيب من الفعل نفسه دايما بيعرب يا شباب تمييز منصوب بالإيه؟ بالفتحة. برضو لو الفعل جه ناقص نتبع نفس الطريقة، بجيب المصدر الصريح اللي هو المفعول المطلق وبجيب فعل مساعد مستوفي للشروط، وأيضا إذا دل على إيه؟ على لون. بمعنى إيه دل على لون يا شباب؟ يعني لو جاب لي فعل مثلا اسمه زرقاء دل على لون الأزرق. زرقاء لما اجي اجيبها بالطريقه غير المباشره، اولا هجيب المصدر الصريح من زرقاء هتديني زرقة، واكون مجهز قبلها فعل مساعد مستوفي للشروط. هنا استخدمت الكلمه اشد، اشد اسم تفضيل على وزن افعل. السماء اشد زرقة من البحر، زرقة زي ما اتفقنا هتعرب يا شباب، تعرب يا مستر تمييز منصوب بالفتحة. ده بالنسبة للثلاث شروط اللي احنا قلناهم. طيب عندنا هنا لو الفعل بتاعنا جه مبني للمجهول او منفي، مبني للمجهول او منفي، فهنا هنمشي مع الطريقة غير المباشرة بس مع تغيير بسيط، ان انا مش هجيب المصدر الصريح، لا هجيب حاجة اسمها المصدر المؤول، والمصدر المؤول بيتكون من ان زائد الفعل المضارع، ان زائد الفعل المضارع. فلو جاب لي مثلا فعل اسمه يتبع، يتبع فعل مبني للمجهول، لما اجي اجيب منه اسم التفضيل اقول الحق احق ان يتبع، ان يتبع ده يا شباب ده اسم التفضيل اللي احنا جبناه، احق هي اسم التفضيل بتاعنا، وان يتبع الفعل المبني للمجهول اللي احنا صغنا منه اسم الايه؟ التفضيل. او لو جاب لي فعل منفي زي لا يخون، هنا بقى عندي لا، طب احط ان ازاي يا مستر؟ هدمج الاثنين في بعض هتديني الا، فالمفروض اقول الوطني اقدر الا يخون وطنهم. فاضل لي بقى شرطين كمان يا شباب او ثلاثه كمان، لو جاب لي فعل جامد، لو جاب لي فعل غير قابل للتفاوت، لو جاب لي فعل دل على عيب. بمعنى ايه جامد؟ هي افعال جامده عندنا في اللغه العربيه زي نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا وليس وعسى. عندي غير قابل للتفاوت يعني ولا بينقص ولا بيزيد، زي كلمة مات فنى هلك. عندي دل على عيب زي عورة وعمياء. دول بقى يا شباب الثلاث شروط دول لا يصاغ منهم اسم التفضيل ولا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.